مشاهدينا الكرام متواصلون مع حضراتكم في هذا الصباح، ونتحول الى قراءه سياسيه وتحليل سياسي لتطورات الاحداث في مصر. يشرفنا بالحضور في هذا اللقاء الاستاذ ايهاب سعودي، عضو الهيئه العليا لحزب الجبهه الديمقراطيه. اهلا بك يا استاذ ايهاب. اهلا بك، نورتنا النهارده. ويعني هنبدا مع حضرتك طبعا بالمشهد السياسي في مصر واليوم العصيب اللي مرت بيه مصر بالامس تحت ما يسمى جمعه الغضب اللي قامت بها جماعه وتنظيم الاخوان المسلمين، كما تابعنا بعمليات حرق للمباني والهجوم على الاقسام والقتل العشوائي واطلاق نار عشوائي في جميع المحافظات. يعني كيف رايت المشهد بالامس؟ والله انا بعتقد ان احنا يعني بنتفرج على الفصل الاخير من اذا جاز التسميه المسرحيه. جماعه الاخوان بعد كل الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره ولا داعي لتكرارها، الناس عارفاها، يبدو انه اصابهم نوع من عدم التصديق، عدم تقبل الامر الواقع، ومصرين على ان هم يعني معلش في اللفظ يولعوا البلد على اللي فيها. لكن حتى في هذا الظن هم مش واعيين الى قد ايه الشعب متكاتف حوالين بعض، حوالين قوات المسلحه، حوالين قوات الشرطه، وان اللي بيسعوا اليه ده لا يمكن تحقيقه. اي نعم سيسببون لنا خسائر، الخسائر في البشر من كل الاطراف، ومش عايز اقول جمله تبدو مستهلكه، لكن فعلا اي نقطه دم مصري حرام، عزيزه علينا كلنا، والدم المصري حرام. لكن كمان في خسائر في المنشآت و الحد الذي دعا احد الناس بالامس ان هو يطالب بمصادره اموال جماعه الاخوان واستخدامها لا واستخدام هذه الاموال لاصلاح المنشآت الحكوميه المختلفه والتي التي تم تخريبها بشكل او باخر. انا بقول ان احنا فعلا في الفصل الاخير من المسرحيه، هم بيحاولوا يكرروا نماذج موجوده في دول اخرى، لكن مش قاريين الطبيعه الخاصه للشعب المصري، مش قاريين الوحده. خلينا نفتكر الفريق عبد الفتاح السيسي، الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لما خطب وقال واقسم ثلاث مرات، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الجيش وحده واحده. محاولات بقى شق الصف بتاع القوات المسلحه عشان نوصل لنماذج شهدتها دول اخرى، انا اظن ان هذا مستبعد، ومن خلال حتى بعض علاقات شخصيه مع بعض الاقارب وما الى ذلك النقطه دي غير وارده. الداخليه بتستعيد وجودها في الشارع ودورها بشكل قوي. انا عارف ان في ناس كتير بتحاول تاخد على الداخليه بعض العنف اللي موجود، بس الحقيقه يعني مش قادر اتخيل ما المطلوب من ضابط شرطه يبقى الاسم بتاعه بيتهاجم. هجوم صريح بقى المره دي، ان هي بيموت جواه او المره دي مش هنتكلم بقى على شيء، ده كل شيء على الهوا، يعني ما فيش شيء مستخبي. ده الفرق الحقيقه يمكن ما بين اللي بيحصل الايام القليله الماضيه وبين ما كان يعني حدث في يناير. عايز توصلنا ان ما تقوم به جماعه الاخوان المسلمين هو انتحار سياسي؟ يمكن ان نطلق عليه انتحار سياسي؟ هو الحقيقه انتحار بكل معاني الكلمه، السياسه جزء منها. بمعنى اجتماعي طبعا، هو ده تم بالفعل وسياسي. انا يعني كثيرا ما افكر في قصه انه طب ما البلد عشان تمشي لقدام لابد من عمليه الادماج، ولابد من ان لا يقصى فصيل. بس لما ارجع افكر في تفاصيل كل ما حدث قبل الفض الاعتصام بيوم، انا كنت في منطقه الدقي، عايز اقول لحضرتك قد ايه بمظاهره ما تتجاوزش مثلا 300 400 واحد يقفلوا
شارع حيوي زي شارع الدقي وتلاقي النهور متوقف تماما. وانا شخصيا كنت ماشي على رجلي، اضطريت امشي مسافة طويلة جدا لما عرفت اتخطى هذه المظاهرة علشان اقدر بقى اركب واروح بيتي. فهم كانوا ابتدوا يلجأوا الحاجة، انا كنت قاري بوضوح انه هنستحمل هذا لمتى؟ انت كل يوم حول الله على مظاهرتين ثلاثه. لا حضرتك بتكرر بصوره او باخرى يا استاذ ابراهيم، يعني سواء في استاذ ايهاب عفوا، سواء في يعني حرق منشآت او في محاوله اقتحامها وصياغه محتوياتها او حرق بعض الكنائس، يعني مشهد متكرر بصور مختلفه، يعني كما لو انه الهدف العنوان الرئيسي هو حرق مصر وتدميرها. لكن يعني استكمالا لما طرحته على حضرتك زميلتي مرضت، هل يمكن انه بقراءه اخرى لا يكون هذا انتحار، يعني يكون محاوله لضغط في اتجاه سياسي معين، خاصه وانه في النهايه احنا بنسمع، وده الاهم بالنسبه لسؤالي بالنسبه لحضرتك، احنا بنسمع من البعض انه خاصه زي ما اشير امبارح انه المظاهرات والمسيرات ستكون سلميه وفي النهايه متابع سواء اسلحه اعلى الكباري او توزيع اسلحه في ميدان رمسيس او محاولات اقتحام او قتل بتنتهي بالنتيجه ديت او تفجير بعض القنابل. اذا المؤازره العدديه ممن لا يحملون سلاحا، اهو ده في النهايه دي معادله سياسيه ليست معادله يعني امنيه انجاز التعديل. بس برضو مهما قلنا انها معادله سياسيه، لكن انا لما اكون ماشي في مظاهره وجنبي ناس شايله سلاح وانا فرحان بيهم وسعيد وفرحان بيهم وسعيد وهم بيطلقوا النار بشكل يكاد يكون عشوائي، فده يعني ما هو احنا يعني حتى المثل الشعبي البسيط بتاعنا بيقول السكوت علامة الرضا. يعني انا ساكت، بل بالعكس بقى لما شفنا امبارح على التلفزيون الكام عربيه اللي بين ميدان رمسيس والناس فرحانه وبتهلل لهم، ده مش بس قبول ضمني، لا ده ترحيب ايجابي معلن كذا كذا كذا. السؤال كله بقى هل سيسهل ان انا اتعامل مع الناس دول في اطار معادله سياسيه؟ نحن متفقون على انه ما ينفعش نقصي احد من ابناء الوطن، بس انا بارى انه علشان نقدر نبني المعادله الجديده لابد من شويه تشريعات قانونيه تنظم الامور بشكل لا يحتمل المهازل اللي عشناها فيما مضى. الاخوان لابد يسالوا نفسهم الابدى لهم ان يصبحوا جماعه دعويه ولا انهم يظلوا حزب سياسي؟ لابد ان ده سؤال صعب، يعني احنا مش عارفين ده في ايد القيادات ولا القيادات ولا في ايد الشباب الجديد ولا في ايد مين، يعني نتمنى انه ده يحدث. يعني غالبا نخرج من المتاهه ومن الحيره في الاجابه على بعض الاسئله، اما الحل الامني او السياسي وبعدين نبحث عن التوافق، اما دعويه او سياسيه وبعدين نبحث عن التوافق. فيعني عايزين زي ما حضرتك قلت يبقى في حسم واتضاح في الامور عند كل الاطراف المصريه. يعني سامح حضرتك بس من احدى الاسئله هتقفل ونرجع لحضرتك. مع الاستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم. استاذ يسري بعد التحيه، كيف قرات المشهد بالامس؟ صباح الخير. والله المشهد بالامس كان مرتبك للغايه، وكان هناك وزاره واحده بالتنسيق مع وزاره اخرى تتحمل مخاطر الجماعه الارهابيه التي انتشرت في الشارع المصري منذ ثلاثه ايام، وزاره الداخليه ووزاره الدفاع هم الوزارتين الذين تحملتا امس مع اعباء ومتاعب ما حدث في اكثر. والله سامحنا يا استاذ يسري، يمكن كمان الاعلام المصري بشكل عام يعني بيتحمل العبء، لانه دورنا كاعلام، لكن احنا امبارح شفنا غياب واضح وتام من جميع مؤسسات الدوله. انا يعني مش عارف، يعني حضرتك كنت شايف اي وزارات كان عليها دور او منوطه بالتدخل وتخاذل؟ وزاره الاوقاف دورها انها تخش تهدي تنصح وتقول للناس اللي موجوده في الشارع، الناس اللي في الشارع دي موجوده منها ناس مغيبه مش نازله على اساس تدور على منطق ولا شرعيه ولا الكلام من ده، ناس مغيبه، ناس نازله معاها سلاح. هو الحقيقه استاذ يسري سامحني في المقاطعه، يعني ربما انا يعني ان كان لي الحق ان انا اطرح على حضرتك فكره معينه، وهي انه احنا بنتحدث عن حل امني وبنتحدث عن حل سياسي، وربما من حقنا ان احنا نتحدث عن حل فكري انجاز التعبير، لانه احنا محتاجين نفهم
بعض ومحتاجين ان احنا نقرب افكارنا ونصحح افكار بعض اذا كان فينا نخطئ، لكن اصعب حل والمحتاج وقت طويل بلا شك هو الحل الايه اللي متعلق بتصحيح الافكار وبمراجعه الافكار. احنا النهارده بنتحدث عن حل امني او حل سياسي. وصف حضرتك رئيس قسم الحوادث في مصر اليوم كيف رصدت مشاهد الجرائم التي ارتكبت في الشارع بالامس، وكيف يعني ترى من نصيحه يمكن ان تقدمها حتى تقل هذه الصوره؟ والله امبارح كان يوم غير عادي في 18 محافظه زي ما قلت لحضرتك. اذا كانت المواجهات كانت اكثر شراسه في القاهره وفي الجيزه وفي الغربيه وفي الدقهليه وفي بني سويف وفي البيوم وفي الاسماعيليه وفي الاسكندريه، لكن الاجهزه الامنيه بالتنسيق مع القوات المسلحه ادت اداء تشكر عليه، ضبطت حتى هذه اللحظه 1123 من انصار الرئيس المعزول بحوزتهم اسلحه ناريه وقنابل دولية في عدة محافظات. يعني في حصر سريع كده ان هم يعني في القاهرة تحديدا كان في 8 مسيرات تم التعامل معهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، لكن اكثر هذه المسيرات كانت دموية في على كوبري 15 مايو والاشتباكات اللي وقعت قدام اسم شرطة الأزبكية في القاهرة تحديدا تم القبض على 263. كان في حريق كبير تبع لشركة المقاولين العرب جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار المعزول اللي كانوا موجودين في السبتية في رمسيس، منعوا سيارات الحماية المدنية من الوصول إلى مكان الحريق، وده اللي خلى النيران تمتد إلى جميع مباني جميع الطوابق الخاصة بشركة المقاولين العرب، من دون اتقبض عليهم في القاهرة شخص باكستاني يدعى محمد يوسف أبو القاسم، وده راجل باكستاني دخل مصر بتأشيرة سياحية، هتخلص تأشيرته السياحية في شهر سبتمبر المقبل، لكن الشخص ده هو ضبط هو أثناء مهاجمته هو وآخرين قسم شرطة الأزبكية. أيضا كان امبارح في مطاردة في القاهرة تم القبض على 10 داخل سيارة ميكروباص من بينهم سوري تبين أنه مصاب بطلق ناري وأثناء نقل الى المستشفى توفي. ايضا في الجيزه كان في محاوله لاقتحام مبنى مدرميه الاقباط بشارع مراد، كان في محاوله لاقتحام قسم السلبيه، قسم اول اكتوبر، قسم امبابه، اداره الترحيلات، مجمع المحاكم، فندق الشهير بشارع الهرم، تم القبض على 58. عندك الابيضيه كان في هجوم على نقطه شرطه عرب جهينه في شبين القناطر، تم ضبط 11 اخواني، هجموا الكمين، ودمياط نفس القصه كان فيها 7 قتلى وثبت 21، تم ضبط 17 عنصر. يعني عندك مناوشات في الدهليه ضبط فيها 127 مستهم بحوزتهم اسلحه، لكن كان في وفيات وكان في اصابات، اصابه 4 مجندين واصابه 15 من عناصر اخوانيه. يبقى انت الاخوان عندك من القراءه السريعه دي كانت عايزه تعمل ربكه وتعمل فوضى في كل محافظات مصر. ليه؟ عشان يرجعونا لسيناريو 28 تاني، هم عايزين يروحوا للاحسان دي عشان يهدموها ويكسروا الشرطه مره ثانيه، من كثره الشرطه يخش بقى على القوات المسلحه، يبقى مش فاضل قدامه غير القوات المسلحه. القوات المسلحه ليها دور عظيم، لكن القوات المسلحه ليها دور عظيم في حمايه الحدود الخارجيه، ما لهاش يعني ما اشتغلتش في تامين الجبهه الداخليه. الجهه الوحيده اللي منوط بها تامين الجبهه الداخليه هي وزاره الداخليه. هم مش مدربين للتعامل على صد الشغب، هم مدربين في حاجات تخص القوات المسلحه، وهم على مهاره وقدره فائقه على التعامل مع هذه الاحداث، ولكن في مجالهم. هم عايزين يرهقوا الشرطه والجيش، بعد كده يستفردوا بالشعب المصري، يمارسوا عليه اعمال الترويع اللي احنا شفناها امبارح، اعمال العنف، اعمال البلطجه، دي فعلا ما ينفعش نقول عليها جماعه الاخوان المسلمين، لا دي جماعه ارهابيه مسلحه تنتهج الى انا ساب حضرتك تقول الشرح ده كله يا استاذ يسري علشان اسال حضرتك سؤال، بس الاول مرفت عندها سؤال، لانه انا كنت عايزه اعرف من حضرتك تقييمك للتعامل المستمر حتى الان لقوات الامن والجيش مع المتواجدين داخل مسجد الفتح ودعواتها يمكن طول الليل، واحنا متابعين مناشدتهم بالخروج الامن، ولكن بنجد رفض من قبلهم. حضرتك بتقيم ازاي هذا المشهد؟ والله انا تقييم المتواضع لهذا المشهد ان القوات الامنيه التي تواجدت منذ الساعات الساعه 7 مساء وتحاول ان تجد حلا وديا، القانون اعطى لهؤلاء الرجال وهم القائمون على تنفيذ القانون اعطى لهم حق الضبط
والتقديم الى المحاكمه لانهم اخترقوا ساعات الحظر. دون ان القياده الامنيه المسؤوله عن ذلك اللواء اسامة الصغير مدير امن القاهره يمنح الى التفاوض، لقد سمح بالتفاوض اكثر من مره، وفر ممرا امنا اطلق عليه مخرج الخروج الامن، الا ان انصار الرئيس المعزول رفضوا ذلك. الان نتحدث عن حزب النور يؤكد ان حصار المساجد يحرق الوطن ويجب توفير مخرج امن للمتواجدين داخل مسجد الفتح. ما احنا اللي بيتكلم فيه الاجهزه الامنيه بقى لها 6 ساعات ولا 8 ساعات، ففي ناس خرجت والاجهزه الامنيه لم تلاحقهم حتى هذه اللحظه. احنا بنتكلم النهارده على اشخاص عايزين يطلبوا الحقائق، يجيبوا طفايه حليب ويعملوها جوه المسجد، يقول لك اصل الامن ضرب عليهم قنابل غاز مسيل للدموع. طب ما الامن محاصر المسجد موفر لك مكان للخروج الامن، ولو عايز يقبض عليك او عايز يحفرك ما يخش يجيبك من جوه. انت 300 واحد امبارح كنت بتضرب نار قدام كل الناس، احنا شفنا عربيات تحمل اعلام القاعده داخل ميدان مدير رمسيس، العربيات دي ازاي دخلت ومين الاشخاص دول؟ كل الناس اللي اتقبض عليهم من بينهم جنسيات سوري وباكستاني والكلام من ده، يقول ان هو في عناصر اجنبيه فعلا موجوده جوه مصر. بعد كل الشرح ده يا استاذ يسري، وانا يعني زي ما قلت لحضرتك طلبتك، ويعني انا بشكرك جدا على الرصد الكامل ده للاحداث اللي حصلت امبارح واللي نقدر نقولها يعني الجرائم ارتكبتها جماعه ارهابيه زي ما حضرتك وصفت في نهايه كلمتك. يعني بعد كل هذا الرصد يعني تجد البعض ينكر ويدعي بانه البعض ربما حاول الدفاع عن نفسه بسلاح في مقابل سلاح، وربما يعني اسمح لي اطرح على حضرتك رايي ربما يراه البعض صحيحا، هل ما يحدث كله الان الهدف منه جر الجيش للمواجهه واظهار الجيش امام العالم كما لو انه فعلا في مصر انقلاب عسكري، ويكون في النتيجه جر مصر لسيناريوهات زي ما اشرت اليها حضرتك ضمن تشابه للاسف الشديد اوضاع بعض الدول من حولنا، وفي النهايه يكون من ده مكسب برضه مره ثانيه على الدم لجماعه يعني تتحالف حتى مع القاعده وتيجي القاعده علشان تساندها في مثل هذه الظروف. هي في مخطط بنفس الطريقه دي، لكن اعتقد ان وعي الشعب المصري ووعي القيادات اللي هي بتقوم على انفاذ القانون عارفه ده وحاطه ده قدام عينيها. وزير الداخليه في مؤتمر صحفي احنا كنا حاضرينه امبارح قال ان احنا عارفين ان جماعه الاخوان المسلمين قدامها مخطط وسيناريو لاحداث الفوضى. الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالامس وجه قوات المسلحة في انتشار تحشد عليه القوات المسلحة، انتشار جيد للغاية في تطبيق القانون وتطبيق حظر التجوال خلال الساعات. احنا شفنا استبسال من ضباط الشرطة ومن رجال القوات المسلحة اللي انهكوا بطريقة غريبة جدا امبارح في مناوشات واشتباكات واقتحامات وتأمين مسيرات في 18 محافظة. هنشوف النهارده، احنا متوقعين برضه النهارده انه يبقى برضه في استكمال المناوشات والاشتباكات ومحاولات الاقتحام اليوم لارباك القوات الشرطه والجيش لتحقيق سيناريو الفوضى. لكن الاخوان المسلمين الجماعات الارهابيه زي ما قلت مش هيصلحوا في اظهار ان الشرطه تقتل او ان القوات المسلحه هو القاتل وان ما حدث انقلاب عسكري، لانه بتعبير بسيط جدا ان هذا الشعب الذي اعطى الشرعيه للدكتور محمد مرسي عن طريق صندوق الانتخابات هو نفس الشعب الذي نزل في الميادين مطالبا قواته المسلحه بسحب هذه الشرعيه من الدكتور محمد مرسي. اذا القوات المسلحه نفذت تكليفات الشعب المصري وهو صاحب الشرعيه. نعم. من اعطى الشرعيه للدكتور مرسي هو من سحبها منه. استاذ يسري، قبل ما نختم مع حضرتك، يمكن اكيد حضرتك متابع للوضع الحالي في شارع، هل هناك اي مسيرات في محيط ميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح؟ هو بالفعل كانت في النهارده الصبح يعني قبل نصف ساعه مسيره للخروج خرجت من بابا والوراق تتجه الى مسجد الفتح. الاجهزه الامنيه عامله حسابها على المسيرات اللي طالعه في ضوء المعلومات المتاحه ليها. برضو النهارده كان فيه دعوات لبعض المسيرات تتجه لمنطقه الفتح، خاصه ان انصار المعزول يريدون البحث
عن مكان جديد للاعتصام فيه بعد فض اعتصامين وحدة نصف وربع عدوية. الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة عاملة حسابها على ده وعارفين إن هم داخلين يوم ثاني في صراع مع جماعة إرهابية هيكون فيها شهداء وهيكون فيها ضحايا. امبارح بس وزارة الداخلية قدمت 18 شهيد، أول امبارح قدمت 43 شهيد، دول كل الناس اللي ماتت دول كلهم مسلمين. كنا نتمنى إن جماعة الإخوان المسلمين تتوصل لحل دون إراقة مسلم دم. استاذ يسرى استاذ حضرتك تبقى معنا دقائق بس حتى نذهب الى محيط جامع الفتحه وزميلنا هناك احمد ابو الحسن يطلعنا على الصوره. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا ايمن. ايه الاخبار عنه؟ الاخبار حاليا طبعا في قوات مسكته بشكل مكثف من قوات الشرطه والجيش موجوده في مسجد الفتح، ويتجمع برضه ايضا الاهالي عدد ليس بالقليل من الاهالي والمواطنين اهالي اهالي المحاصرين داخل المسجد. تقوم ايضا القوات المسلحه والشرطه بمحاوله سد يعني ابعاد المواطنين عن هذا المكان، ولكن دون جدوى عدد كبير منهم يهتف الشرطه والجيش ايد واحده. طبعا الكل هنا بيهتف مع القوات المسلحه والشرطه. انا حاليا من داخل المسجد، داخل المسجد يعني المحاصرين ليسوا يعني لم يتواجدوا في كل المسجد، ولكن هم متواجدون في جزء معين من المسجد، وباقي المواطنين في باقي المسجد والقوات المسلحه والشرطه والامن متواجدون ايضا في داخل المسجد وخارج المسجد. يعني هنا ايضا بعض القنابل المسيله للدموع يطلقها قوات الشرطه لابعاد المواطنين عن محاصره هذا المكان. احمد انا عايزه معلش عذرا المقاطعه، في نقطتين عايزه اسالك فيهم. معنى انهم محاصرون انهم يعني يريدون الخروج ولكن قوات الامن تمنعهم من الخروج، ام هم موجودين بالداخل برغبتهم؟ قوات الامن لم تمنع اي احد يحاول الخروج من هذا المكان، ولكن المواطنين الذين يتواجدون في هذا المكان هم الذين يعيقون هذا الخروج. قوات الامن تسمح تماما لمن يريد الخروج، ولكن هم في داخل حجره داخل المسجد، هذه الحجره مغلقه ويعني يتواجد ايضا امامها عدد من قوات الامن لحمايتهم وليس للاعتداء عليهم كما نشاهد الان من داخل المسجد. داخل المسجد عدد كبير من المواطنين يتواجدون في هذا المكان، البعض منهم لا يريد لهم الخروج، ولكن قوات الشرطه والقوات المسلحه تريد لهم الخروج الامن، ولكنهم هم لم يتمكنوا من الخروج من الاهالي وليس من قوات الشرطه. تلخص معناه ان في اهالي المنطقه موجودين هم اللي مانعين الموجودين داخل المسجد من تنظيم الاخوان المسلمين ميعقهم عن الخروج؟ نعم، هذه هي المعلومة الصحيحة. الذي يعوق خروج الجماعة المحاصرة داخل المسجد هو الأهالي وليس الشرطة والقوات المسلحة، لأن الشرطة والقوات المسلحة تريد لهم الخروج الآمن، وهم لا يطلقون أي نيران، بل يطلقون بعض القنابل الأمنية على بعض المواطنين لمحاولة إبعادهم عن هذا المكان حتى يتمكن جماعة الإخوان المسلمين المحاصرين داخل المسجد من الخروج الآمن. احمد بس يعني منذ الامس واحنا نتابع ان كان هناك مناشدات من الجيش والشرطه لخروجهم قبل ان يكون هناك اي تواجد للاهالي، لماذا لم يبادر المتواجدون داخل المسجد بالخروج قبل حضور الاهالي؟ هذه المعلومة لا أستطيع الإجابة عليها، ولكن المشهد الذي نراه الآن والقوات المسلحة والشرطة تحاول بقدر الإمكان يكون آمنين بدون أي خسائر أو دون قتلى، ولكن الأهالي هم المسؤولين عن نومهم. ثم أيضا عندما التقينا وتقابلنا مع بعض قيادات الشرطة الموجودة في هذا المكان يعني أحمد علشان نلخص المشهد، إذا زي ما ذكرت أنت من شوية، إذا بعض زي المتحصن
المتعصمين او المعتصمين انجاز التعبير بقى داخل الحجره المغلقه في المسجد الان امام جامع الفتح. والصوره التي تبعناها من خارج مسجد الفتح هي صوره لدخول وخروج المواطنين من ابناء المنطقه او من اخرين ليسوا من الاخوان المسلمين وهم الذين يحولوا دون خروج الاخوان المعتصمين داخل المسجد. ايمن الان يقوم المقيمون بمحاوله الاعتداء على مراسله احدى القنوات الاجنبيه في وبعض العاملين معها بالطرد لابعادهم عن مسجد الفتح. معلومة بس ايمن عشان تقريبا اختلطت عليا. هم المتواجدين اهالي الموجودين داخل المسجد ام اهالي المنطقه؟ يعني لا نستطيع تحديد ولكن عدد كبير من المواطنين. بس معنى الصوره زي ما انت شرحت يا احمد دلوقتي اللي احنا شايفينها على الهواء انه اللي بيدخلوا وبيخرجوا دلوقتي بشكل امن ليسوا في صدام مع قوات الامن وهم اللي بيحولوا دون خروج المعتصمين داخل الغرفه. نعم اللي بتنقل صورها طبعا عبر شاشات اخرى عن طريق موبايلات وما شابه. نعم هذه الصوره التي اريد ان يعني ان اوصلها اليكم ان المواطنين الذين يتواجدون هنا هم الذين يعوقون خروج المحاصرين داخل المسجد وليس قوات المسلحه. طبعا لو قوات الامن قدرت انها تقنع اللي في الداخل لان زي ما انت شرحت هم معتصمين مش محاصرين بمعنى مختلف تماما. لو قدرت تقنعهم بالخروج هي اللي هتحميهم للخروج. ايمن وانجاز التعبير محاصرين ليس محاصرين من قوات الشرطه بل من الطريق ان نقول انهم محاصرين من قبل القوات بمعنى الاضافي. يا احمد اسمح لي هم معتصمين في داخل المكان ولو امنوا ويعني استامنوا القوات الامن على خروجهم هي اللي هتحميهم بالخروج. فبالمعنى ده هم ما اختاروش ان هم يكونوا محاصرين اختاروا ان هم يكونوا يعني معتصمين في المكان ده. هم معتصمين وليس محاصرين وهم يريدون يعني هم يعني المعلومه التي نريد ان نوصلها اليكم ان الذين يتواجدون داخل المسجد الذي اقوم عن القوات هم المواطنون وليس قوات الامن. لو استاذ يسري نعم استاذ يسري يعني ما زلت معانا على التليفون استاذ يسري البدري. يعني كما حضرتك سمعت من مراسلنا في مسجد الفتح ان هناك تواجد للاهالي جاءوا لمحاصره الموجودين داخل المسجد ولكن يعني كما نعلم ان حظر التجوال بدا من السادسه ولكن فيما قبل ذلك كان هناك مناشدات من الجيش والشرطه للموجودين داخل المسجد بالخروج الامن. دلوقتي هم شايفين او بيقولوا ان هم مش قادرين يخرجوا للتواجد الاهالي اللي ربما يعتدوا عليهم. حضرتك شايف الحجه دي ازاي؟ لا يا فندم اللي موجودين بره المسجد دول منهم انصار جماعه الاخوان المسلمين اللي بداوا في التدفق. انصار جماعه الاخوان المسلمين اللي بداوا في التدفق في المسيرات بدات منذ الساعه السادسه صباحا. هم لديهم اصرار واضح وهدف واحد لا بديل عنه هو الاستمرار في الوجود داخل مسجد الفتح او في اي مكان اخر يكون بؤره جديده للاعتصام. اللي موجودين جوه المسجد قاعدين جوه الغرفه دول معتصمين مش قادرين يطلعوا بدليل ان هم في ست ساعات او سبع ساعات مفاوضات وفي اتوبيسات واقفه اللي عايزه يوديك. هو في ثلاثه يا استاذ يسري احيانا ولكن اسمح لي اؤكد على حضرتك مره ثانيه حسب ما راى مراسلنا هناك احمد ابو الحسن انه من داخل المسجد راى قوات الامن متواجده في وسط من هم في صحن المسجد وفي غرفه مغلقه يتحصن بها البعض. نعم. بيتواجدوا معاهم لكن هم ليهم مخطط واضح. انت قضيت على مخططهم ان هم يبقى لهم مكان في مصطفى محمود، قضيت في مكان ان هم يبقى لهم مكان في نهضه مصر، ما لهمش مكان في رابعه العدويه. هو عايز يبدا يبحث يكون يعمل بؤره جديده لمكان ارتكاز جديد. الاجهزه الامنيه مش هتسمح بده. كله في اهالي متجمعين من انصار الاخوان بره. مش هقول لك ان هو ما فيش اهالي متجمعين من انصار السجاله والسبتيه والحته دي، لا في ناس موجوده جنب الشرطه والجيش. عارف من تاريخ المحاولة اللي عبروا فيها في خلال فترة اعتصامهم في رابعة من حوالي شهر تقريبا من منطقة رمسيس وكيف كان رد فعل أبناء المنطقة؟ هم عايزين هم في غضب من المواطنين العاديين من جماعه الاخوان المسلمين وتصرفاتها. الامن مش عايز يبقى في اراقه دماء ان هو يبقى في مواطن بيضرب واحد موجود جوه الجامع. فهو عشان كده موجود دلوقتي معاهم بعض القيادات الامنيه جوه المسجد بيحاولوا معاهم في التفاوض ان هو يوفر له خروج امن ان هو يطلعه بشكل امن لا حد يعتدي عليه ولا حد يضربه. لكن اللي موجودين جوه احنا شفنا امبارح فيديوهات لقيادات الحريه والعداله رافضين الخروج من المسجد بدليل ان هم بقالهم ست ساعات يتفاوض معاهم. طب ما انت كنت لو عايز تخرج في ساعة
ساعات الحظر، والامن قال لك ان انا مش هلحقك، هوصل لك وسيله المواصلات هتوصلك اي حته توديك تروح فيها، لكن هم ده هو الاصرار والعناده يا استاذ يسرى. اكيد هدف من هذا الاصرار. في النهايه بنشكر حضرتك الاستاذ يسرى البدر رئيس قسم الحوادث بالناس اليوم. ايضا بنشكر مراسلنا هناك في محيط مسجد الفتح احمد حسن على نقل الصوره لينا قبل قليل. شكرا جزيلا لكم. نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ ايهاب سعودي، عضو الهيئه العليا لحزب الجبهه الديمقراطيه. كنت اسال حضرتك قبل ما نخرج لمتابعه عبر الهاتف مع كل من ضيفينا الكريمين، الحل الامني والحل السياسي والحل الفكري انجاز التعبير، يعني سامحني في هذه التسميه وما اكونش دقيق عنه، الحل الامني والحل السياسي شايف حضرتك ممكن يكونوا في المدى القصير متحققين ازاي؟ عايز بس ابتدي بالحته زي ما حضرتك قلت انه الحل الفكري ده مدى طويل. نعم. ودعنا نتفق برضو ان هو اي محاولات للبدء فيه دلوقتي والقاء بعض اللوم على اجهزه زي الازهر الشريف او زي وزاره الاوقاف، الحقيقه انها بتتجاهل حقيقه ان الناس دي لا تستمع. هم لا مقتنعين لا بالازهر الشريف ولا مقتنعين بوزاره الاوقاف، واي شيء هم ما بيسمعوهوش اصلا. فانت كده لو بتحاول تخاطب فانت بتخاطب نفسك او بتخاطب اللي مش مقتنع بفكر الجماعه اصلا، وده انا يعني مش محتاج اخاطبه عشان اشرح له اي شيء. طبعا الوضع الحالي الاني يستلزم ان احنا نبتدي بالحل الامني. ما فيش هزار. خليني ألمس ملحوظة كده من كلام الأستاذ يسري البدري. الشخص الباكستاني ده اسمه مش باكستاني، ده اسمه مصري، فده غالبا مصري من اللي كان هناك ومعاه باسبور باكستاني وجاي يجاهد بقى هنا في مصر. هذا ما لا يجب أن نسمح به بأي مقياس. محاولة تحويل مصر إلى أرض جهاد وكل الاخوه اللي بيجاهدوا هنا وهناك ومش عارف ايه يجوا يجاهدوا عندنا هنا في مصر، طبعا ده كلام غير مقبول، واظن انه يعني اجهزه الدوله واعيه لهذا الكلام. الداخليه والقوات المسلحه لا يمكن هيسمحوا بمثل هذا الشيء. الحل المباشر هو الحل الامني. لا يمكن السماح باستمرار هذه الامور، لا يمكن السماح باستهانه بارواح المواطنين، لا يمكن السماح بالاستهانه بابنيه الدوله ومنشاتها وما الى ذلك، لا يمكن الاستهانه. احنا يعني بنتكلم في الثلاث ايام اللي فاتوا الدنيا وقفت في مصر. احنا يوم الاربع ويوم الخميس الناس ما اشتغلتش تقريبا، يوم الجمعة والسبت بطبيعتهم أجازة، من بكرة الناس عايزة تنزل أشغالها. لو المناظر دي كده والقاهرة مقفولة وتتوقف الحياة في البلد، شيء لا يمكن إن حد يسمح به. ومن ثم فمؤكدا إن الخطوة الأولى هي في الحل الأمني، وأنا شايف الحل الأمني له ناس بيمارسوه، الأمور كلها بيتم التعامل معاها. أي نعم أكيد في ارهاق، اي نعم اكيد انت ممكن في اي لحظه تلاقي مظاهره في مكان ما، القاهره لوحدها شوف حجمها قد ايه وشوف حجم سكانها وتعداد سكانها قد ايه. لكن برضه نثق ان الداخليه واجهزه المعلومات المختلفه وتعاون المواطنين بانهم يبلغوا عن وجود اي شيء ملفت بحيث الناس تلحق تتعامل معاه. الحل السياسي سيتلو، ولكن انا ارى انه بيننا وبينه الكثير. لانه طب اسمح لي اطرح على حضرتك استاذ ايهاب رؤيه يعني ممكن تكون مختلفه بعد هذه الكلمه القصيره، يعني هل ممكن يكون الحل السياسي انجاز يعني ان البعض يكون له الحق في طرحه او تخيله مصاحب للحل الامني؟ بمعنى ايه؟ الحل الامني ممكن يكون فكره فضل اعتصامات، فكره حظر التجول لكل واحد يعني عفوا في التعبير على بيته، يعني ما يبقاش في تجمعات في الشارع، وده يبقى يعني نتيجه طيبه، عدم حدوث احتكاكات وعدم سقوط ضحايا مزيد من الدماء مره اخرى تراق، ولكن ده لا يحدث. فاذا كان في مع الحل الامني يعني انجاز التعبير شيء من التنازلات او الترضيات، انا لا اتحدث هنا عن ترضيات لارهابيين ولكن اتحدث عن ترضيات لغاضبين او مغيبين ربما
ربنا يعني التجربه الانسانيه اثبتت انه ما ينفعش تعامل معاهم غير بالقمع في لحظه من لحظاته. ده يعني هيؤدي لاستمرار المشهد اللي احنا شايفينه. هل ممكن يبقى في حل سياسي وراء نسبي جزئي شيء من التربيه مصاحبه لحل امني ينتهي التجمعات اللي في الشارع وتستقر الامور وتهدأ لفتره وبعدين يكون في حل سياسي شامل بعد فتره طويله؟ يعني مش عايزين ننسى ان احنا استغرقنا تقريبا شهر كامل في البحث عن هذا وتدخلت اطراف عديده اقليميه ودوليه وادى الامر الى انه نائب رئيس الجمهوريه استقال ظنا منه انه احنا كنا على وشك نوصل لهذا. انا لا اظن. الناس دي ما عندهمش غير هدف واحد ورايحين له بالطول ولا بالعرض. محاوله الوصول الى حل سياسي علني صعبه. أن تكون هناك طبعا الموضوع بشكل عام أن تكون هناك نوع من المفاوضات، بس خلينا نتفق تقديم أي تنازلات يا نبني صح بعد كل اللي اتحمله شعبنا على مدى ثلاث مقاربين سنتين ونص دلوقتي من 25 يناير إلى يومنا هذا. لازم نبني صح بقى، مش هينفع تاني نداري على الجرح ونسيب الصديد موجود جوه. مش هينفع تاني، اسف في التعبير العامي، نلم التراب ونحطه تحت السجاده. خلينا نبني ما هو اتي من مستقبل بلدنا بطريقه صح. الحل السياسي دائما مطروح وطرح، تفضلوا شاركوا، ولكن شاركوا كحزب سياسي. فصل الدعوه عن الامور كلها متفق عليها، فصل الدعوه عن السياسه كذا 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 كذا، فهذه الامور مطروحه. فاضل بقى ان يا ترى في وسطاء عمالين رايحين جايين بيحاولوا يقنعوهم بان يقبلوا بهذا ولا لحضرتك الطرف الثاني اشخاص مين اللي مين الممثلين عنه؟ ويمكن معظم قيادات الاخوان المسلمين متهمين بالتحريض على القتل وتبدير الامن العام وما الى ذلك. انا مش متصور انه بالشكل ده، لان احنا كنا في الفتره اللي فاتت كان في ممثلين عنهم والناس دول يعني سواء الدكتور بشر او الدكتور دراج ما الاثنين كانوا موجودين ولا زالوا الى هذه اللحظه، لا هم مطلوبين في كذا ولا كذا، وموجودين ويمكن الكلام معاهم. السؤال كله الناس دي مستعده تستمع؟ انا ما اظنش. هم عاوزين يعني اللي بيسموها الناس المعادله الصفريه، يعني ليه بقى؟ هم يعوا تمام الوعي ان ما وصلوا اليه كان في لحظه تاريخيه معينه البلد بتمر فيها في مرحله تحول معينه لن تتكرر لهم مره اخرى. انا يعني نتيجه الالتزامات الحزبيه وكده بتحرك كتير في الكثير من المناطق وبقعد مع الناس في كثير من الاماكن. انا سمعتها بودني من ناس كتير، احنا غلطنا وعملنا كذا كذا كذا، لن نكرر هذا. الناس لما جربتهم فقدت الامل بشكل مطلق. هم عارفين ده دلوقتي يا استاذ، هم متنبيين لده ومتنبيين ان اللحظه الخاصه جدا اللي نجحوا فيها انهم يوصلوا لما وصلوا اليه لن تتكرر. عشان كده هيفضلوا متمسكين بده. انا ما اظنش ان حد هيقبل بده. هم برضه عندهم حاله انكار غير مسبوقه، ما عندهمش استعداد يشوفوا، يعني انا مش قادر اصدق، ما عندهمش استعداد يشوفوا كم الجماهير اللي نزلت مره او اثنين وثلاثه. طب الكم ده، طب انت النهارده مش قادر تتخيل ان ده معناه ان معظم هذا الشعب رفضك، ما عندوش استعداد يتعامل معاك. اذا اصريت، يعني انا مش يعني يمكن فينا بعض الناس طرحت التساؤل يعني اللي هو قد يبدو فاتح شويه، يعني انت طب رجعت الحكم بكره هتحكم الناس دي كلها ازاي اللي ما عندهاش استعداد تتعامل معاك؟ يعني ماذا تطلب؟ الشيء المقبول ان الاخوان كفصيل سياسي يعود الى حجمه الحقيقي في المعادله السياسيه المصريه. انتوا في ظرف تاريخي معين خدتوا اكبر من حجمكم وما عرفتوش تحافظوا على هذا ببناء توافق وطني. استاذ حياتنا راح نتصل هاتفي ونعرف منه راي اخر. معنا الاستاذ ايهاب الخراق القيادي بجامعه الانقاذ. صباح الخير يا استاذ ايهاب، ويا ترى يعني راي حضرتك ايه في اللي بيحصل؟ استاذ ايهاب الخراط حضرتك معانا؟ ايوه يا فندم. صباح الخير، كان زميلي ايمن بيسال حضرتك تعقيبك على الاحداث التي شهدتها مصر بالامس. يعني هذه احداث كثيره جدا ومؤلمه. هناك جماعات مسلحه
تدعي انها جماعات سلمية، ولكن عدد كبير منها يعني لا استطيع ان اقول كل اللي ماشيين في الشوارع وهم يعني عدة مئات في بعض المسيرات ولا يتجاوزوا 2000 مسيرات اخرى اللي ماشيين في الشوارع دول كلهم مش مسلحين يعني، لكن في منهم كثير مسلحين. هناك اعتداء منظم على مؤسسات ومنهج على مؤسسات مراكز الشرطة كنائس متاحف بعض الاماكن في المحافظات، يعني حاجة تدي القلب لما يكون فيه اعتداء مبنى زي مبنى جمعية العيال الاحمر المستأجراء شركة المقاولين العرب، يعني بالنسبة لأي مصري بيحب وسط البلد، يعني ده بالنسبة لي وسط بلد القاهرة ده جزء من كياني، فلما تحرق مبنى أي مبنى من وسط البلد دي مسألة يعني جارحة جدا. أستاذ وهاب، الحقيقة يعني البعض بيبحث الآن عن يعني شكل من اشكال وقف العنف، تتصور ازاي ده ممكن يحصل؟ وربما البعض بيتساءل ايضا، اسمح لي اننا قدام من هذا السؤال ايضا سؤال اخر، اين كانت جبهة الانقاذ يعني في الفترة الماضية؟ يعني جبهة الانقاذ على القوافل موجودة في الشارع، موجودة في احزابها، موجودة في الاتصال مع الحكومة، بتقدم اقتراحات. احنا قدمنا عديد من الاقتراحات للخروج من المأزق، حاولنا نبني كثير من الجسور مع القوى السياسية المختلفة، حاولنا ان احنا نحشد الشارع المصري في مسدد السلمية وضد الارهاب وضد العنف، ولازمنا نساند واصدرنا بيانات مساندة للشرطة وللجيش في محاولتهم استرداد السلام ومحاولة الجماعات الإرهابية المسلحة. فإذا نحن كل أحزابنا في مستوى النشاط، طبعا بعض مننا يعني أو احنا احتجينا على اتحاد أحد قريبنا من المحافظة في اللحظة دي الدكتور محمد الفرادعي، لكن كل جبهة بعد كده تقريبا صفا واحدا مع الشعب المصري وضد المحاولات الظلمية والمحاولات المسلحة والإرهابية والإجرامية لتهديد وتهويل الشعب المصري. طيب دكتور إيهاب، يعني حابة أسأل حضرتك، هل هناك أي مبادرات ستقدمها الجبهة في الفترة القادمة لاحتواء المشهد والأزمة في الشارع المصري؟ يعني نحن على اتصال مستمر بكافة قوى الجبهة وكافة القوى السياسية الأخرى، تحاول تلامس يعني طريق لكي احتواء الأزمة والفتح أبواب، يعني لعلنا نسمع أي صوت عاقل يقدم مصر هذه المحاولات الإرهابية التي هي في النهاية تجارية لم تؤدي إلى شيء، يعني هذا لم يؤدي إلى تحول الشعب المصري مثلا فجأة يساند الإخوان المسلمين، لكن نحن نفاجأ بأداء طماط من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأنا نستطيع التواصل مع شباب الإخوان يعتبر بشكل مستمر زي ما تقولي متجهين بقياداتهم عايزين يستمروا في هذا الانسجام وهذا الحماس وهذه القيادات التي تقوده إلى خراب وتقود البلد إلى عمليات إرهابية لا مبرر لها وتستمر في الكذب. يعني إذا حضرتك ترى أنه ليس هناك مجال للحل السياسي؟ في اللحظة دي يبدو لي أنه المجال قاعد يضيق، لكن أنا أعتقد أنه لابد الآن من وقف العنف المسلح في الشوارع، وأنا توجد طريقة أخرى لوقف العنف المسلح الآن في استخدام قوات الشرطة والجيش لقوتها والاستفادة الشعب اللي احنا بنعرضه برضه في الديمقراطية مع تنظيم حكم اللجان علشان ما تخرجش عن يعني جادة الصراع في طريق استخدامها لمسؤولياتها ومهامها. نعم دكتور إيهاب الخراط القيادي بجبهة الإنقاذ، شكرا جزيلا لك، وهنعود لحوارنا مع الأستاذ إيهاب. يعني أستاذ إيهاب، يعني اتفضل. أنا الحقيقة عايز بس بعد إذنك يا مرجان أسأل حضرتك بما إن ضيق الوقت سؤال يتعلق بالحل السياسي إنجاز الحق للبعض من يتحدث عنه.
رفض الدكتور محمد مرسي عمل استفتاء على بقائه من عمل الانتخابات الرئاسيه المبكره، وتمت خارطه الطريق. البعض الان يتهم الفريق اول عبد الفتاح السيسي بانه قصر في انه لم يدعو لفكره الاستفتاء. هذا ربما مردود عليه، ليس من صلاحياته ولم يكن واجبا ان يحدث هذا الامر، خاصه في دور ما تشير الى حضرتك بانه القله العدديه تؤكد ان ما هماش الاغلبيه في مصر، والدعوات الاخرى ربما من يوسف القرضاوي على سبيل المثال بضروره مناظرتهم، كما لو اننا في يعني فتح مكه وليس هناك يعني بديل عن بقاء الاسلام، الدعوه للنزول الى الشارع. ما هو المخرج؟ هل عوده الناس الى بيوتها وبعدين الحل السياسي ممكن يتحقق؟ ما هو علشان نقدر نوصل لحل سياسي لازم يحصل قدر من الهدوء عشان نوصل لمرحله العقلانيه، ان تتقبل الناس بعقلانيه التفكير فيما حدث. انا بتصور برضه ان واحده من المشاكل ان هم من كم الشحن اللي هم عايشين فيه على مدى دلوقتي شهر وقرابه شهر ونص، يعني ما عندهمش الوقت حتى ان هم يقعدوا كده ويفكروا هو احنا فين والصح فين والغلط فين. عشان كده الحل السياسي للاسف فرصه قليله جدا في الوقت الحاضر، لكن لا يمكن نتوقف عن البحث عن حل سياسي لانه مطلوب. يعني احنا في النهايه لا يمكن هنقصي هذا الكم من الـ من الـ من الفصيل او من الشعب المصري عن المعادله السياسيه. خاصه لو اعتبرنا يا استاذ برامي ان الاستفتاء تم بالفعل مره واثنين وثلاثه في خروج اكثر من 30 مليون مصري. هذا هو الاستفتاء، ويمكن الكلمه اللي بتتقال انه طب انتوا ليه ما نفذتوش خريطه الطريق زي ما كنتوا قايلينها يعني زي ما كانت في بدايتها اللي هي فكره انه استفتاء على رئيس الجمهوريه. لكن احنا النهارده بمؤازره كل هذا الكم من البشر اللي نزلوا الشارع مره واثنين وثلاثه رسمنا خريطه طريق جديده، نظن انها كلنا الحقيقه مش نظن ان الجماهير دي كلها متفقه على انها الافضل. نرسي قواعد دستورنا واللي هو بينظم علاقات المجتمع ببعضه، ثم خريطه الطريق اللي الناس عارفاها. انا كل اللي بحاول اقوله انه لا، محتاجين الامور تهدى شويه قبل ما نفكر في الحل السياسي. عشان كده يعني الواقع بيقول ان الحل الامني هو المباشر دلوقتي، تجنيب البلد عمليات التخريب والارهاب والجهاد ومثل هذه الامور باولويه اولى. احنا لحد دلوقتي يعني مستبعدين استدعاء الجماهير لانه نخشى في حرب اهليه، يعني يعني من هذا القبيل. احنا يعني احنا بالطبع يعني بنتمنى ان احنا نشهد في الايام القادمه استقرار في تعاملنا بين الجيش والشعب والشرطه في مواجهه اي اعمال ارهابيه. وفي النهايه طبعا بنشكر حضرتك الاستاذ ايهاب سعودي على هذا التواجد، عضو الهيئه العليا لحزب الجبهه الديمقراطي، وحضرتك شرفتنا النهارده واتمنا بالتحليل. ومشاهدينا انتهت فقراتنا لهذا الصباح، وغدا فريق عمل جديد باذن الله. بشكر حضراتكم وبشكر زميلتي ميرفة المليجي اللي كانت معانا النهارده. على امل اللقاء، دمتم في امان الله.